مشاهدينا في هاي الفقرة نسعد باستضافة إحدى بنات الإمارات المتميزات وأيقونة رياضة كرة السلة، هي كابتن فريق كرة السلة في نادي الشارجة الرياضي للمرأة وكابتن منتخب سيدات الإمارات اللاعبة أمل بن حيدر. حياك الله ويانا اليوم. الله يحييكم. أحب أشكركم أول شيء على هذه الاستضافة، والحمد لله أني قدرت أوصل لهذه الأشياء كابتن في النادي وكابتن في المنتخب. حياك الله ورحبك. إحنا نقدر نقول كابتن ومهندسة أكيد أمل رحب فيك ويانا. شفنا الفيديو الجميل. بداية ليش اختارت أمل كرة السلة؟ يعني دائما يقولون الطوال يتجهون لكرة السلة، ولا أنت شو رأيك؟ تختلفين وياي في الموضوع؟ صراحة أنا بديت رياضة كرة السلة في المدرسة، بس في المدرسة أنا تقريبا مارست كل الرياضات. حلو. ولكن أمي اللي شافت هذا الشيء فيني، شافت أن أنا عندي روح التحدي، وحبي لكرة السلة كان أكثر من أي رياضة ثانية، فكانت تحرص دائما على أني أمارس اللعبة، وكل يوم أروح التدريبات وحتى المباريات سواء في المدرسة أو في النادي. ومن بعدها بدعم أبوي قدرت ألتحق بنادي الأهلي، وطبعا الشكر للمدربة السابقة في نادي الشارجة الرياضي للمرأة عواطف الحلبي، ضمتني لصفوف النادي من عمر 15 إلين اليوم، وأنا مارس هذه الهواية ما بين النادي والمنتخب. جميل جدا. طب قبل ما نبدأ وياك عن بداياتك، أبا أبدأ معاها شيء بداية محفزة البنات الإمارات. أنت حصلتي ما شاء الله على العديد من الألقاب الجميلة اللي نحن وايد فخورين فيها. شو رأيك تخبرين المشاهدين على الألقاب اللي حصلتي عليها وكيف حصلتي عليها؟ يعني اللقب اللي هو مثل تقدرين تقولين عزيز على قلبي، اللي هو أفضل هدافة عربية سنة 2016، كان لقب كأول إماراتية تحصل على هذا اللقب، كان إنجاز كبير لدولة الإمارات ولسيدات الإمارات في كرة السلة. واللقب الثاني اللي هو لما فزنا بالمركز الأول في دورة الألعاب الخليجية اللي كانت في شهر مايو الماضي في دولة الكويت، كمنتخب الإمارات خدنا المركز الأول. هاي كانت أول مرة دائما نحن نكون الوصيف، والحمد لله أيضا خرجت من هذه البطولة بأعلى رصيد 63 نقطة من بين جميع اللعبات المشاركين في هذه البطولة، فهذا كان إنجاز شخصي أيضا. وهذا الدليل اليوم تواجدتش معانا، لأن أنت فخر الإمارات، فخر بنات الإمارات. وإحنا نقول اليوم الجميل جدا احنا نشوف تمكين المرأة في الرياضة، واحنا نعرف يمكن هناك جهود من حكومتنا الرشيدة، جهود من أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكذلك في الشارقة سمو الشيخة جواهر الله يعطيها الصحة والعافية، هناك أكيد دعم كبير حتى وصلت أمل إلى ما وصلت إليه. احنا نقول في دعم حكومي، ولكن أكيد في تحديات واجهت أمل، وخاصة في بدايات بنت صغيرة عمرها 9 سنوات وبدت أكيد في كرة السلة، ويمكن هاك الأيام أنا أتكلم عمرك 9 سنوات المجتمع ما يتقبل موضوع أن البنت تدخل الملعب وكرة وتفرفر الكرة وما شابه ذلك. يعني فخبرينا عن هالمعاناة خاصة في البداية. هو أكيد كان غريب على البعض في المجتمع بأن المرأة تمارس الرياضة بكل تألق. نعم. بس مثل ما قلت في دولة الإمارات الوضع صار مختلف جدا، دعم قيادتنا الرشيدة في تمكين دور المرأة في جميع المجالات مش بس فقط في الرياضة. نعم. وطبعا بالدعم اللي تقدمه سموها قرينة صاحب السمو الشيخ حاكم الشارجة سمو الشيخ جوار بنت محمد القاسمي، تحرص دائما على أنها تلتقي فينا كلاعبات، وأنا أشوفها مصدر كبير للإيجابية ومصدر مصدر الإلهام للرياضة النسائية في الدولة. نعم. وأشكر طبعا أم الإمارات اللي هي دائما تحرص على أن إحنا نتألق داخل الدولة وخارج الدولة، فأكيد هذا يمكن غريب على البعض ولكن مش علينا نحن إماراتيات. بس كيف كانت بداياتك مع أهلك؟ كيف أقنعتيهم؟ أنت بعد حسيتك ما جاوبتي على السؤال. لا بالعكس، أهلي كانوا داعمين بشكل يعني تقريبا 100%، سواء من الوالدة أو من الوالد. أبوي كان دائما يعني يحب روح التنافس، أبوي من محبين الكرة، خلنا نقول كرة القدم لأنها كانت المشهورة أكثر، لكن أمي كانت تشوف عندي روح التنافس في رياضة كرة السلة. كنت أتابع أكثر شيء مباريات كرة السلة، طبعاً حبي للفيلم اللي كان موجود على هذيك الأيام سبيس جام مايكل. نعم. جوردن. فيعني كان جميل، كان يحب هذا الفيلم من زمان. وقال إن وراء أي امرأة ناجحة كذلك امرأة أخرى ناجحة، وهي كانت أكيد أم خالد اللي هي أمك. نعم. كانت توديش التمرينات ربما يومية، دائماً تحرص على أنها تكون معي تتابع التمرينات، تشوف يعني حتى لو تعرضت لإصابة تحسسني أن الإصابة عادية. نعم. مش شيء كبير، يعني الموضوع فقط ذهني وليس جسدي.
يعني إذن تحية للوالدة والد والوالدة إذا ياسين يتابعون أكيد ياسين يتابعونك وكلهم فخر. طيب خبريني عن دراستك، أنت درستي الهندسة وعشقك كرة السلة، كيف جمعتي بين المجالين يعني الهندسة وهندسة كرة السلة كذلك وأي واحد أقرب لك؟ أنا أتوقع بتجاوب تقول أنا أهندس الكرة كيف أفهم صح ولا لا؟ صح كتي مقاسات يعني بصراحة أنا كانت الأولوية عندي الدراسة، يعني الهندسة المعمارية اللي أنا درستها وأنا أحب روح التحدي فشفت في تحدي كبير في هذه الدراسة، فعشان كذي أنا دخلت هذا المجال والحمد لله بدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارجة، قدم لي منحة رياضية في الجامعة وهذا خلى الإصرار عندي يزيد بإني أتفوق وأتخرج دراسيا وأيضا أقدر إني أتفوق في مجال الرياضة. فقدرت إني أوفق بينهم، بالعكس تعلمت كيف أنظم وقتي، يعني الجامعة والدراسة علمتني وايد أشياء ما بين النادي وما بين الدراسة، ففي أولويات لازم نحافظ عليها. احنا قاعدين نشوف مع بعض يمكن بعض اللقطات، ولو تخبرينا عن هذه اللقطات الجميله وهي التكريمات الجميله تكريم. والمشاركات هذه التكريمات اغلبها موجوده في النادي، والتكريم الاخير اللي كان مثل ما خبرتكم اللي هو كان مع المنتخب المركز الاول اللي حصلنا عليه، وطبعا في بطوله اخيره احنا وصلنا للربع النهائي بقياده المدرب الرائع احمد حلفاوي، اوجه له كل الشكر. تحياتنا لا يعطي الصحة. نعم جميل، نشوف هنا العديد من أنواع الرياضة المختلفة كذلك عن كرة السلة. أكيد دائما يقولون يعني معظم الدول تهتم بكرة القدم أكثر من بقية الرياضات، ولكن أشوفك ما شاء الله أنت متميزة في كرة السلة، شو تخبرينا عن اهتمام دولة الإمارات بكرة السلة كذلك؟ دولة الإمارات يعني تقدرون تشوفون أنها موفرة كل النوادي الخاصة بالسيدات تمارس الرياضة بكل حرية، سواء كرة سلة، كرة طائرة أو كرة يد، مش شرط كرة القدم فقط، لأنه ما شاء الله في فريق سيدات لكرة القدم، ولكن أيضا تحافظ وتحرص على أن السيدات الإمارات تكون متألقة في جميع الرياضات، في كل النوادي، في دبي، في أبوظبي، في الشارجة، في كل الإمارات ما شاء الله في حرية في يعني ممارسة الرياضة. زين كابتن أمل، يعني أنا يمكن سؤالي شوي، إحنا نتكلم عن الأهداف، نتكلم عن الإنجازات، أنا شوي بأخذ المناطق الثانية، أنا أبغي أعرف يوم تخسر أمل في مباراة معينة كيف تتعامل مع هذه الخسارة؟ بصراحة في البدايات يعني لما كنت صغيرة أو خلنا نقول في العشرينات كنت يعني أحزن وأصيح، يعني اللي عادي ما أتكلم لمدة يومين كان يأثر عليه بشكل نفسي وبشكل سلبي، بس بعدين تعلمت أن أنا لو ما خسرت هذه المباريات ما كنت بوصل اللي وصلت له، ما كنت تعلمت من أغلاطي. فأنا دائما أحرص وأقول بالعكس اخسروا بفخر، اخسروا بكرامة، لأن هاي الأشياء بتعلمكم النقاط اللي أنتم يمكن ما انتبهتوا عليها عشان تقدمون الأفضل في المباريات الجاية وتأخذون الأول. جميل بالعكس جداً. الخسارة طيب. جميلة طبعا احنا وايد فخورين وسعداء بوجودك معانا، ولكن بسأل سؤال سريع واخير، شو تحبين تقولين حق بنات الامارات اللي يبون يتجهون المجالات مختلفه سواء في العمل وكذلك في المجال الرياضي؟ انا بس ابغى في فيلم وثائقي انا شايفتنه هو للنجم العالمي والايقونه لكره السله النجم الامريكي مايكل جوردن، يتحدث عن مسيرته الرياضيه او خلينا نقول نقدر نشوفها كمسيره في الحياه، تجربته كيف الحفاظ دائماً على الاستمرارية هذا أهم شيء حتى لو كان في فشل، لأن تعرض للفشل أكثر من مرة. فأنا دائماً أقول رسالتي بالحب وبالإيمان وبالعمل توصلون للشيء اللي تبغونه مهما كانت العقبات، ونحن في دولة لا نرضى إلا بالصدارة، وكلمة صحيح. المستحيل تعلمنا مش موجودة في قاموسنا، فبالثقة بالنفس وبالإيمان أيضاً هي أول خطوات النجاح وتحققون المعجزات. فكل امرأة في أي مجال ما شاء الله دولة الإمارات تدعمكم من جميع النواحي، سواء في الرياضة سواء في العمل، ما شاء الله المرأة الحين أصبحت وزيرة، أصبحت سفيرة، وأصبحت من صفوف الجيش. صحيح. فأنا أتمنى لكل امرأة التوفيق والنجاح بإذن الله ويوصلون لكل الطموحات اللي يبونها. هي قالت آخر سؤال بس أنا بكسر الحاجز، سؤال واحد يعني شو وين تنظر أمل نفسها في المستقبل إن شاء الله؟ أنا إن شاء الله أطمح على أني أكون أول إماراتية تدرب منتخب الإمارات.
ان شاء الله اكون مدربه بعيده مو بعيده ان شاء الله مش بعيده يعني باين من خلال انجازاتك واهدافك اللي انت حاطت لنا في منظورك ان شاء الله راح توصلين ان شاء الله هندسيها ونستضيفك ان شاء الله المره الجايه وانت مدربه فريق الامارات ان شاء الله ان شاء الله بس بعدها 5 سنوات نحن نبغيك الحين في الفريق 10 سنوات قدام مو بس 5 سنوات لا احنا نبغيها بعدها في الفريق محتاجين اكيد لامل يعطيك الصحه والعافيه اختنا امل بن حيدر كابتن فريق كره السله شكرا لك على تواجدك معنا وسعدنا اليوم بالسوالف معك وان شاء الله لنا لقاءات ثانيه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله شكرا لكم شكرا